الديسيبلين ايوه ودلوقتي هذا اصور انا مش عارفه فين الزر. ثانية بقى ست البيت الممتازة بتعمل كل حاجة حلوة، بتعمل السلطة زي ما احنا شايفين نايسر اند دايسر، بتسهل على ست البيت اللي بتتلكع ومش عايزه تعمل الواجبات المنزليه بتاعتها. وطبعا لما نيجي نشوف الفلفل نقدر نحطه كده، نقوم عاملينه كده اهوت، يبقى فيه سرعه في الاداء كده. حط دوت كده زي ما احنا شايفين كده اهوت. وبعدين ممكن نيجي نجيب الطماطم، نقطع الطماطم قطعتين ونقوم حاطين القطع كده. اهلا بك سيدتي، اهلا بك سيدتي. الفيلم ده انا عامله مش عشان اهديه للجمهور، لا انا عامله علشان اهديه لواحد صاحبي حبيبي اسمه سي لطفي، بيتعب من عمل السلطه. سي لطفي لما بيجي يعمل لنا السلطه بيقعد يتذمر كتير، بيتذمر ويقول السلطه بتاخد مني وقت يا عم سامح، وانا بقول له لا، عمر ما السلطه كانت بتاخد وقت، لان مع نايسر دايسر نهارك كله هيبقى زي الفل. ولما نيجي كده اهوت نشوف ان احنا عايزين نقلب. يلا يا ماما فين؟ هات ما تصورني انا هنا، هنا دي السلطه يا ماما؟ دي بتاعت السلطه؟ ناخد طبق كبير، فين؟ ناخد دوت. هتلاقي سهل جدا ان انت ترفع دي كده، تقوم عامل دي كده كهوت، وتقدر تاكلها من هنا او تقدر تحطها هنا، وتبقى السلطه يا لطفي خلصت. وكان معاكم الشيف سامح، والف شكر. خدت وقت؟ بص الفراعنه ازاي؟ شفت ايه؟